أنا لما طلعت من غزة اجت أنا ومرت أولادي هنا، فخفنا يعني كثير. خلتني حكيت للمرة خلص أنت روحوا انقسموا نص، ولد وبنت، ولدين وبنتين غادت، والباقي إحنا بضل هنا. لو متنا إحنا تضلوا أنتوا عايشين، وعلمنا علامات زي هيك عشان لو صار سمح الله، لأن شفت الناس مقطع وأشلاء، يعني ما تقدرش تعرف هذا من هذا، مين هذا ومين هذا. لو سمح الله تقطع وأعرفهم إنهم إيش، ألمهم لحمهم شغلات زي كذا، أعرفهم من العلامات هذه. إحنا حطينا هذه العلامة كل إخواتي، يعني لقيت مثلاً إحنا في خان يونس ونصف غزة، عشان كل هيتنا نكون معروفين حطينا هذه العلامة. مثلاً هان إحنا مثلاً استشهدنا أمي تعرفنا، وإذا مثلاً إخواتي استشهدوا غادت بابا يعرف إنه إخواتي وأمي. إحنا كمان كنا إحنا في تل الهوى كنا مرعوبين، لأنه شفنا المنظر خفنا نروح الحمام من المنظر اللي شفناه. يعني مش معروف إنه مش منظر، يعني في ثلاث بنات كانوا في الحمام وأمهم، يعني أمهم راحت وضل البنتين، يعني إيش الواحد خفنا، حتى الحمام ما عرفناش نروح عليه. Come on, come on.